كافي شو باسم سلوم مساحة حرة مونتي كارلو الدولية. وضيفنا مباشرة المغني السعودي الشاب الذي يلاقي نجاح كبير في العالم العربي وشهرة واسعة مشعل تمر. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا، يعطيك العافية. يا هلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. يعني وانت كيف؟ أنا منيح هلا بسماع صوتك وأيضا بالنجاحات والإلهام يلي يمكن أنك تقدمه لجيل كامل شاب إن كان بالسعودية أو حتى بالعالم العربي، ونجاحك يلي أكيد لم يأتي عن عبث ولا حتى عن فراغ. شكرا والله. أما مش على التمر، يعني قبل ما نحكي عن الفن والإنجازات والجوائز والمشاركات العالمية وهيك، كتير لفتني موضوع أنه حتى انطلقت بالفن كان في قصة مؤلمة من قبلها هي من جعلتك تتعلم على الجيتار ومن بعدها تنطلق بالفن. أيوة صح، لما كنت 9 سنين كسرت يدي والفيزيوثيرابي كانت الجيتار، ف الحمد لله بدأت يعني أكتب وأشياء زي كده لما كنت 10، وبعدين بدأت البرودكشن لما كنت 11. الحمد لله يعني كل الأغاني اللي حتسمع أنا اللي behind البرودكشن وكمان الكتاب. أي أكيد رح نسمع كل الأغاني يعني أو البعض من الأغاني من ألبومك الجديد يلي بيحتوي 33 أغنية. ليش 33؟ صراحة أعرف هذا شيء يعني صادم غريب شوي بوقت عشان 33 طويل، بس صراحة الهدف ما كان الفلوس أو أي شيء زي كذا، كان الفن الحقيقي وهذه قصة حقيقة. وصراحة الموسيقى كانت في البداية 200 كانت يعني، وقبل ده كمان كانت 800 أغاني في سنتين. شفت بكورونا يمكن ألفت 800 أغنية بالضبط. فهذا يعني كنت في مكان صراحة يعني كيف أقول لك صراحة، بس ما بتخاف يعني الاتهام صراحة كنت يعني هل كان أسوأ وقت في حياتي صح، وكتبت كل هدول الأغاني ما كنت أبغى أوري لأي حد يعني. الألبوم صراحة ساعدني، فإذا يقدر عارف شيء طويل، بس إذا يقدر يساعد أحد زي ما ساعدني أنا في هذا الوقت يعني طيب حكون مبسوط يعني. هذا هو الهدف. يبدو أنك يعني بشاطر أنه كل أزمة تحولها لفن، يعني بأزمات متتابعة بيطلع منها فن دائما معك. أحب الفن، أحس صراحة الفن مهم يعني، وكمان بتفرغ فيه يخليك يعني كأنك تقدر تطير يعني نعم. مع الفن ولا شيء في حياتك يقدر يمسكك. نعم أهم شيء يعني كأنك بتفرغ فيه أيضا يعني عواطفك أو نوع من العلاج الذاتي. يعني لما بقرأ عناوين الأغنيات يلي قدمتهم كأنك كمان عم بتعمل نوع من العلاج الذاتي معهم. أيوة يعني صراحة لما أسوي الموسيقى ما قاعد أفكر عن الجانر أو شيء زي كده يعني. الحين دوب سمعت Painful Paradise يعني عندي شوية روك شوية سوفت شيء زي كده، بس كمان عندي أغاني تاني هيب هوب، وكمان في أغنية تاني زي يعني إذا أبغى صرخ صرخ ويعني إذا أبغى راح تزتة حراح تزتة يعني الشيء المهم لي. بس يعني إذا أخذ الإلهام يعني الشعور اللي عندي جوا نعم وأقدر أحطه في الموسيقى وأحطه في أي شيء عشان ما يكون يعني في قلبي كذا، وأخلي قلبي يكون نظيف. طيب يمكن دراستك كمان بنيويورك بمعهد كلايف ديفيس للموسيقى بنيويورك هو اللي خلاك كمان تجمع أكثر من نمط موسيقي. يعني بس نقول أنك سعودي فورا بيخطر على بال أي حدا أنه راح تقدم البوب السعودي أو الموسيقى الخليجية والسعودية، هذا أكيد، لكن أنت تجاوزت الموضوع تماما يعني.
يعطيك العافية والله. إيه ودرست في الحمد لله The Clive Davis Institute of Recorded Music في نيويورك تيش سكول اوف ذا ارتس يعني مدرسة الفن ودرست جاز وكمان كلاسيكال وميتال واندي ويعني هيب هوب درست كل شيء الحمد لله كنت هناك يعني 5 سنين يعني بس اشوف ادرس و يعني احب الموسيقى يعني هذا حياتي صراحه. طيب رح نسمع من موسيقتك اللي قبل الالبوم الجديد هوم از تشينجينج هي بابا فين يعني اخذت شوي من اغنيه بابا فين بتوقع لما طلعت ما كان عمرك شي 5 سنين يمكن هيك شي هي من 20 سنه هذا بس ترى الموسيقى هذه الاغنيه كمان هي في هوم تشينجينج هي يعني جزء من القصه يعني ايوه يعني لما كنت صغير امي وابي كانوا يعني يغني هذه الاغنيه لي بابا فين من فري بيبي صح فريقه فري بيبي و بعدين لما كبرت وبدات يعني احط الموسيقى حقي اونلاين في البدايه ما حطيت وشي ولا شيء زي كذا ما كنت عندي سوشيال ميديا بس الموسيقى والحمد لله نجح في امريكا والمانيا بس لما بدات مع تيك توك كنت أشوف كمان كومنتات يعني يقولوا إيش يعني إيش يعني إيش ده فين أمك فين أبوك يعني لما شافوا أنا سعودي صح أنا يعني عرب كذا إيش قاعد تسوي صح كذا كانوا يقولوا بس هو أنت يعني مسيرتك مع التنمر كبيرة حطيت بابا فين مع الأغنية ويعني هذا قاعد والسامبل يعني قصيت بابا فين عشان يقول بابا فين بابا هنا هنا هو قول له مين بعدين مين بيكلم كلم في يعني في آخر الأغنية حتسمع مين بيكلم كلم قاعد يقول خلاص إذا حتكلم يلا كلم أنا ما حوقف وكمان قاعد نشوف الحين السعودية قاعد تتغير كثير وإحنا كمان ما حنوقف رح نحكي على موضوع التغير وهذا اللي حكيه أصلا بالألبوم على مسيرة التغير Home is changing أو الوطن يتغير اللي وطنك هو السعودية بس بابا فين آخر شيء لو سمحت قبل الأغنية يبدأ آسف بس بقول والحين الحمد لله مع هذه الأغنية إن شاء الله تحبون ولما تسمعون الأغنية الناس اللي في الكومنتات الحين قاعد يشجعوني الحمد لله كلنا في الدول العرب قاعد نتغير وإذا تبغى تكون مبدع تقدر تكون تبغى تسوي أفلام روح تسوي أفلام تبغى تسوي فاشن سوي فاشن تبغى تسوي موسيقى فضل آسف والله بس قلت الباب صارت مفتوحة هلأ بابا فين وصلت لقوائم البيلبورد بكل أحوال يعني ونجحت بالعالم ليس فقط بالسعودية أو بالعالم العربي ألو طيب رح نسمع الأغنية ونرجع نشوف شو صار مع الخط My father told me Don't you go chasing the sun so I'm working hard on a Sunday Don't you go blazing to catch your breath My father told me son If you'll be a clown better be the best I'm working hard on a Sunday I wear my crown underneath my vest I'm getting close, I'm closer I'm getting warm, I'm warmer I'm getting close, I'm closer I'm getting warm, I'm warmer I'm getting close, I'm closer. I'm getting warm. I'm getting close, I'm closer. I'm getting warm. I'm My father told me it's on it. Don't you go chasing the sun so bad. I'm working hard on a Sunday. Don't you go blazing to catch your breath. Yeah.
سمعنا إلى بابا فين من المغني السعودي الشاب مشعل تمر. أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا. كيف عملت الأغنية؟ يعني غيرت كل الأغنية بشيء فعلا جديد. هلا صاروا الشباب يلي كانوا يسمعوها بزغرهم بكل الأحوال يعني. أيوه الحمد لله. بس حطيت الأغنية مع واحد من الديموز اللي أنا كنت أشتغل فيه. لما رجعت للسعودية يعني من الدراسة عن الموسيقى، نعم، سمعت بابا فين مرة تانية، يعني اكتشفت واو هذا يقدر يكون بوب سونغ، يقدر ينفع. فرحت الاستوديو وجربت يعني ألعب فيه، والناس كانوا يضحكوا يضحكوا علي ويقول إيش قاعد تسوي أنت، يعني هذا الأغنية حق الأطفال. بس يعني إذا عندك فكرة صراحة أحس ليش لا جرب، وأحيانا يعني يقدر ينفع، والحمد لله مع أداء الأغنية حبيت كيف صار صراحة. وإحنا كنا نرقص لما خلصت هنا في الاستوديو. حلو. شفتك كمان حققت فعلا كتير مشاهدات وكتير نجاح، ولو أنه الألبوم نمطه كمان متعدد، يعني ألبوم Home is Changing بيضمن أكثر من أنواع من نوع موسيقي. الملفت أنه أنت بدأت أصلا بفرقة هيفي ميتال، يعني ألفت فرقة هيفي ميتال وبعدين انتقلت إلى أنواع أخرى من البوب للجاز لللاتينو، يعني والأنواع الموسيقية الكتيرة اللي بتحاول أنك كلها تدمجها يعني بأعمالك. ايوه احب الموسيقى كثير، كل الانواع صراحه، وابغى اجرب صراحه. حبيت وشفت اكتشفت كمان الموسيقى اللي هنا في الخليج، نعم، عندها شبه مع الموسيقى الاسباني اللي تقدر تلاقي في المكسيك واشياء زي كذا، امكان زي كذا. فابغى اجرب ممكن يعني العب مع هذول الاصوات واشوف ايش اقدر اسوي يعني. بس كل الموسيقى اللي حتسمع مني إن شاء الله هدول كلهم حقيقي، فكلهم من القلب. بحس في عناوين حزينة أكثر من غيرها، يعني إذا عم نحكي عن Painful Paradise، نحكي عن Mr. Lonely، يعني حسيت في عناوين حزينة أكثر من غيرها، ولو أنه الموسيقى معنا حزينة الموجودة جواتها. مو كلها صراحة، يعني في كثير في The Greatest وأشياء زي كذا، يعني في ميكس، يعني الحياة عندها يعني لما تبغى تسمع موسيقى ولما الموسيقى يقدر يساعد أحد، نعم، يعني لازم إذا أحد نقول في العميق، صح؟ صح، تبغى تساعده لازم تروح تحت هناك كمان ديب وتأخذه وتوريه يا أخي أنت ما أنت لحالك. يعني لهيك حتى الألبوم Home is Changing قسمته لخمس فصول: The Deep, The Heart, The Heartbreak, The Dream وآخر شيء The Return. يعني قسمته لخمس عناصر: العمق، القلب، كسرة القلب أو القلب المكسور، الحلم والعودة، وكأنه هي مراحل الحزن الخمسة يلي أصلا أي إنسان بيمرق فيها حتى يعود من جديد إلى الحياة. إيوه بالضبط، هذا هو القصة. قصة عملتهم قصة كل الأغنيات. طيب الموسيقات اللي استخدمتهم بهالألبوم أو الأنواع الموسيقية كيف كانت غير البوب مثلا، وتغني به معظمه بالإنجليزي؟ إيه بالإنجليزي، في كمان شوية عربي بس كثرتها بالإنجليزي، معظمه بالإنجليزي. والأنواع الموسيقى يعني حتلاقي كل شيء صراحة، يعني يبدأ مع كلاسيكال، نعم، بعدين في نفس الأغنية يروح لهيب هوب، وبعدين يروح لممكن ألترناتيف روك الأغنية الثانية، بعدين يروح الأغنية الثالث لو فاي ميوزك، بعدين الأغنية الرابعة it's like إندي، بعدين يروح كل شيء R&B، شوية ميتال إنفلونسز كمان لسه مع ال بس ما كتير هارد الميتال يعني. لا مو كتير أبدا. من الجمهور العربي ما كتير بيتقبل هارد ميتال يعني ككل بشكل عام، أم هيك يعني صدفت؟ جربت في الزمان يعني وحبيت، ممكن حسوي ميتال مرة تانية صراحة الحين قاعد أفكر فيه، بس
بس لنشوف الألبوم. لسه ما أخذ حقه الألبوم، كمان الأغاني كتيرة من هالألبوم. رح نسمع أغنية مستر لونلي، من الأغاني كمان اللي جدا ملفتة بالألبوم. مستر لوني، المغني السعودي مشعل تمر، انت لست وحيدا، اهلا وسهلا فيك من جديد. هلا والله. يا هلا بك. اهلا. الاغنيه يعني من الاغاني البوب اللي بتحسها اوروبيه حديثه يعني كمان. شويه هذه الاغنيه عندها هذا اللمحه شويه. اللمحه الاكثر يمكن بريطانيه. ممكن ايوه، عشان كنت اسمع كثير من الموسيقى البريطاني في هذا الوقت. فطلعت هاي الاغنيه الجميله هوم از تشينجينج، الوطن يتغير. وهون كنا بدنا نحكي يعني على موضوع التغير، وطنك هو السعوديه اللي بتقول انه فعلا عم يتغير، وحبيت توصل صوره للناس لكسر الصوره النمطيه عن السعوديه. ومن هون يمكن كمان الفيديو يلي خدمك، الفيديوهات يلي صورتها لاغاني الالبوم في السعوديه. ايوه هذا الالبوم كمان كانت مكتوبه يعني في مده يعني 5 سنين صراحه، يعني بس يعني عشان في مخي بس كنت قاعد اكتب عن حياتي وايش قاعد يصير، والموسيقى اللي حتشوف يعني كل اغاني يعني يختلف من الثاني. يعني زي هذه الاغنيه مستر لونلي كانت زي شوي زي ما قلت ايوه بريطانيه، عشان كنت ممكن لما سويت هذه الأغنية مستوني كنت 19 وكنت أزور لندن كثير في هذا الوقت. نعم. وعشان كده فعندك أذن كويس أقول لك والله. ماشي حالي. بس هو يعني السعودية فتحت يعني الباب للعالم صح؟ يعني وكنت أسوي هذا الألبوم في نفس الوقت. نعم. فهذا بس الحكايات وال ايش قاعد يصير وايش قاعد تشوف، يعني شاب سعودي يعني بس قاعد ما اقدر اتكلم عن كل البلد طبعا، بس اقدر اتكلم عن نفسي طبعا. نعم. ويعني كثير ناس زي من السعوديه راحوا برا للدراسه صح، يعني كثير في هذا الوقت. فبعدين احنا رجعنا وكل شيء يعني نعم عشان كذا الوطن يتغير. يعني شوف كيف السعوديه تغيرت في هذول السنين. يعني واو، يعني حركة فعلا. عم نشوف مهرجانات من كل الأنواع الفنية الثقافية الرياضية، يعني مهرجانات كثيرة عم بتقام بالسعودية الحمد لله. يمكن حظك كمان عمرك صغير فزبطت معك. مع هذا التغير.
نعم. طيب بس أيضا ترى أنا 25 سنين. 25 سنة. ايوه انا ايوه لسه ولسه طريبي أوله. لأنك سعودي ومن الخليج كمان يعني، وعم بتقدم نمط موسيقي مختلف عن الأغنية الخليجية التقليدية كفنان شاب، قديش في ناس داعمة وقديش في ناس بنفس الوقت من الجيل القديم يلي ما كتير بتحب أي شيء يتغير. مين أكتر يعني، كيف عم بيتم التعامل معك بهالنقطة؟ صراحة في شيء يضحك في الألبوم، اللي هو في آخر جزء الألبوم في أغنية، يعني الألبوم اسمها الوطن يتغير صراحة، home is changing، بس كمان آخر أغنية واحدة الآخر شيء زي كده، نعم اسمها كمان home is changing، وهي قاعدة تتكلم بنظرة أحد ما يحب الأشياء يتغيروا، يعني كلنا صراحة جوا في قلوبنا شوي صح بيخوف التغيير يعني حقه، يعني قاعد يعني يقول يعني أشياء، إذا تشوف إذا تقرأ الكلمات تسمع الأغنية home changing في الألبوم home changing، حتشوف يعني حنشوف يعني هذه النظرة يعني عندها الاثنين جو هناك، وفي الألبوم الكل يعني إيوه في أنواع كثير في الدفت موسيقى، بس حتكتشف عندها كمان لمحتي أنا، عشان كل الأغنية أنا قاعد أكتبه صح، عشان حتسمع السيميلاريتيز، حتسمع هذا أحد شخص واحد، هذا قصته هو يعني، هذا قصتي أنا، وهذا ما يتغير في الألبوم كل الكل أنا اللي ماسك القلم، أنت اللي كتبته يعني ويلي لحنته. رح نسمع من عند دوني أغنية Home is Changing أو مقطع من الأغنية. مساحة حرة كافي شو Back when time was slow Back in time we go As I'm driving by I hardly recognize Every place that I Would have the best of times I remember all my friends And I staying up all night Now I'm exhausted I think I've lost it All the magic, all my innocence, time is tragic I sit by and watch it I'm out of options Home has changed and now nothing feels the same as it did before But there's nobody to blame It's just how it goes when you grow up We don't fall back in place when we show up Home is changing, home is changing And look how far we've come And look at how we've grown Now graduation calls To different area codes And as we're speeding by The best parts of our lives There's so much left behind Home is changing سمعناها بصوت الفنان الشاب مشعل تمر. قرب بيخلص الوقت يا مشعل. هلا والله يعطيك العافية. يا هلا، يعني عم نسمع أغانيك أكيد، دنين 33 أغنية يعني، بدنا ما بعرف كم حلقة حتى نسمعهم كلهم. بس الحمد لله عندي أحسن فانز في العالم والله. بالإضافة يعني للألبوم، قدمت عندك تجربة الموسيقى التصويرية لألعاب الجوال، يعني أغنية مارج مع وان ريبابليك قدمتوها لسلسلة أساسن كريد، أيضا وينر وينر للعبة بلاير أنونز باتل جراوندز كمان قدمت الموسيقى التصويرية لألا. شو بتختلف هون التجربة يعني بين الألبومات والأغاني العادية وتقديمها للعبة تليفون مثلا؟ ايوه اللي يختلف صراحه الالعاب حق كومبانيز ثانيين، يعني ببجي هم يبغوا يعني كلمات في الاغنيه، ويبغوا يعني
يبغوا فايب يعني عشان يروح مع الفيديو حقهم وأشياء زي كذا. نعم. فما عندي فول كنترول مع هذول الأغاني الصراحة أقول لك. بس أحبهم كثير وأحب أسوي الأغاني كثير عشان ألعب هذول الألعاب ترى. مش بتعمل يعني أغاني اللي تلعب فيها يعني الألعاب. يعني إيه يعني لما كنت ألعب ببجي كنت ألعب مع الفانز كمان يعني عشان لما بدأت مع الموسيقى كنت أحط الموسيقى حقي بس في ديسكورد يعني مع أصحابي وهذا السيرفر نفس السيرفر اليوم التشيكن جانج بعدين كبر الحمد لله الحين هو الفاند بنفس الاسم التشيكن جانج ونفس الناس كمان بس إيه كنت ألعب اللعبة وكنت أفكر ها إيش الأغنية اللي أبغى أسمع الحين لما قاعد ألعب هذه اللعبة فالأغنية صراحة كانت وينر عشان كمان في اللعبة لما تلعب ببجي يروح وينر تشيكن دينر فحطيت الكورس وينر تشيكن دينر وهم يخلوني استعمل الكلمات فهذا شوي شيء كول أحس هذا مع Assassin's Creed الحمد لله هذا كانت كولابوريشن مع One Republic تماما الروك باند والفرقة كمان هي مرشحة كانت مرشحة لجائزة جرامي يعني فرقة الوان ريبابليك وحضرتك كنت معها ايوه يعني الحمد لله هو هم يعني هيروز لي صراحة يعني طب انتظر كمان يعني هو كتب كثير اغاني حق بيونسي وليناز اكس وكمان تيت مكري وكل الناس صراحة يعني نعم شيء خطير يعني بقي عندي سؤالين والوقت عم يخلص بسرعة على فكرة يعني أول سؤال شو رأيك بالفنانين نجوم الشباب يلي عم بيلاقوا كتير نجاح بالعالم العربي وأسامي كمان حققت شهرة كبيرة منذكر منها مثلا الشامي ومارلين نعمان وحضرتك كجيل شاب يلاقي نجاح جدا كبير بجيل الشباب العربي الحمد لله أقدر أقول يعني صراحة شوف يعني الحين وقتك إذا أنت شعب عربي هذا وقتك عندك تيك توك عندك الجوال عندك الإنترنت يا أخي تبغى تكون مبدع هذا الوقت وإحنا يعني كلنا هنروح فوق هنرفع بعض وحنروح فوق وإذا تشوف أحد كمان قاعد يكون مبدع شجعه وبعدين أنا كمان حشجعك وهو كمان حيشجعك زي كده نرفع نروح فوق ورح يكون في عندك عروض في أوروبا قريبا إيوه إن شاء الله وين رح تكون إن شاء الله في باريس إمتى بباريس صراحة ما أدري الديت يت بس حيكون إن شاء الله قريبا وتشوف التيك توك مشعل تمر يعني مكتوبة بالعربي بس مش على التمر تمر زي التمر الفواكه يعني تاميم راه بس بس هذا اسمي ترى يعني حقيقي مش على التمر طيب شكرا وشو كمان إن شاء الله تحبوا الأغاني في الشوز حيكونوا كمان شوي مختلف من اللي في الألبومات عن التسجيل يعني أكيد اللايف بس الناس اللي يشوفوا لايف يشوفوا هذه الأغنية يعني لايف التانيين بس يسمعوا في تيك توك وأشياء زي كده أنا بدي أتشكر كتير لوجودك معنا الفنان السعودي الشاب مشعل تمر تمنياتنا لك بالتوفيق ومزيد من النجاح والنجومية لك العافية والله شكرا لكلكم اللي قاعدوا تسمعون أهلا وسهلا فيك نهارك سعيد باي باي ابتسم أنت على مونتي كارلو الدولية